صح، هو فعلا مش سهل ومرحلة تشالنجينج زي ما بنقوله، لأن هو نفسه مش عارف، ساعات يبقى عايز يتعامل كطفل وساعات عايز يتعامل كأنه كبير، كبير وفي مواقف مختلفة وعندهم تغيرات هرمونية بتلخبطه. بس خلينا الأول نفهم إيه اللي بيحصل. المخ بيعاد تركيب أسلاكه، أكيد عارفة من غير أسلاك الشقة صحيح، فبيغيروا تركيب أسلاكه، ربنا سبحان الله ده معاد تغيير الأسلاك. فبيتحرك الأسلاك في تركيبها من ورا لقدام، القدام دي الناصية الأساسية اللي هي الفرامل بتاعت التفكير بتاعت اتخاذ القرارات، دي آخر حاجة بتتظبط عنده، فتلاقيهم مندفعين. ودايما يقول لك أول ما تلاقي ابنك يتخانق معاكي اعرفي إنك دخلتي المراهقة. من أول خناق. صح، من أول بداية الخناق بقى. تعرفي بقى خلاص كده ابتدينا التمرد، ابتدينا أنا ليا رأي، ابتدينا أصحابي يبقى هم نمرة واحد واثنين وثلاثة في حياتي وأنتي خدتي مكان كده ورا خالص بقى. بقيتيش بنفس الأهمية. وفي نفس الوقت بيبقى في التشالنج بتاع المذاكرة بكميات المذاكرة المطلوبة. صحيح صحيح. في تحديات، في هو بيدور على الهوية بتاعته. هل أنا هويتي هقلد الممثل الفلاني، هقلد العالم الفلاني، هقلد بابا، هقلد ماما، هبقى مين؟ هبقى متدين، فهبقى مش متدين، يعني لسه هو بقى في حالة حيرة. وبعدين عايز يقبل من أصحابه، يعني ما بقاش وهو صغير أنا عايز أرضيكي، لما كبرت لأ أنا عايز أقبل من أصحابي، أرضيهم هم، بقى أي حاجة عشان يبقوا مبسوطين مني، وعايز أبقى مختلف عنكم. مع ان الابحاث اثبتت لما بيوصلوا سن العشرين بدايات العشرينات بيبتدي ان هو يبقى زي اهله، دي الابحاث. فبيقولك يعني ما تقلقيش، بس زي ما تقولي كده ازرعي بذرتك وسقيها كده بشويش كده شويه بشويه باخلاقياتنا وفكرنا والصبر عليهم. الصبر. بس دايما بقول ايه، ان اللي بتزرعيه في طفولتهم بتجنيه في المراهقه. فلو هو قريب منك ما بتتخانقيش معاه كتير، لان لو كنتي بتزعقي له وهو صغير في المراهقه هيزعقلك زي ما زعقتي له. صح. فدايما بقول للامهات هتزرعوا صبر، تفاهم، استماع، تسامح، كلام بهدوء، هتجني ده. صح. زرعتي عصبيه ونرفزه واهانات هو ده اللي هتجنيه، وبيبقى بدري جدا في المراهقه. يعني ساعات الأم تقول لك لا ده مش ابني، أنا ابني لا مش هو ده، وهو طفل كان حاجة تانية، ما وصل المراهقة بقى وحد أنا معرفوش، حد تاني خالص. صحيح. وفي الكتب بتاعتنا مكتوب لنا حاجة اسمها the come home time، إن العودة بعد العشرين، أكن ابنك اللي خرج ده رجع بقى، رجع لك تاني عند 20 سنة زي ما كان طفل بقى متفاهم وبيصبر ومش عصبي وبيسمع الكلام، لأن بيبتدوا بقى يحصل الأسلاك اتكونت، اللي هي بقى المنطقة الناصية دي خلاص الأسلاك اتشبكت وظبطت. يعني ده مش الأسنان بس اللي بتتغير، ده طلعت الأسلاك كمان. أيوة. يا خبر، مرحلة المراهقة. سبحانه، يعني أول مرة أعرف فعلا. ودي بتأثر على حاجة لطيفة جدا اللي هي الذاكرة باعتبار ما سيكون. يعني إيه؟ حبيبي لو لقيت مفتاح بابا ما تاخدش العربية وتنزل، لأن إحنا نازلين هنستعمل العربية. عنده 18 سنة نفترض. تمام. هو باعتبار ما سيكون ده بينساه، لا المفتاح بينزل. ليه؟ لان الاسلاك برضو ما اتكونتش بالكامل، ففعلا بينسى، فانت بتفتكر انه بيتحداكي. فهو بينسى. فطبعا بجانب بقى الاندفاعيه، لو ما كانش نسيان يبقى اندفاعيه، ما كانش ده يبقى بيسمع كلام صاحبه اللي قال لك سيبك منهم هات العربيه احنا عايزين نروح لنا مشوار حلو. ايوه ده فوت وطنش. يعني حاجات هي زي عايزه دي. بقى ايه، حاجه كده حكمه زياده عن اللزوم من الاب والام في الفتره دي.